استاذ محمود معروف، بقاء لله الاستاذ احمد رجب، نقول كلمه وداع. حاول يعني رغم ان احنا يعني العمر مش بينا كتير، لكن اتمنى او كنت اتمنى ان اكون احد تلاميذ الراجل العظيم، كان انا خدت منه تعلمت منه فكره التلكس اللي انا بكتبه ده، الجمله القصيره اللي فيها كل المعاني، تعلمتها واستوحيتها من احمد رجب نص كلمه والراجل العظيم. وانا من صغري كان والدي الله يرحمه كان دايما اي كتاب يصدره الاستاذ احمد رجب كان يشتريه ويقراه واخده منه واقراه، فتربيت من صغري من الناس اللي عشقت مهنه الصحافه بسببهم. استاذنا كلنا، مش استاذنا، استاذنا كلنا الاستاذ احمد رجب، وده علامه كده زي ام كلثوم وجنى وزي عبد الحليم وزي السنباطي وزي بليغ وفي المزيكا وزي مصطفى امين وعلى ولا في الادب نجيب محفوظ وزكي نجيب محمود وفي الطب والعلماء وزي احمد زويل وزي الدكتور مصطفى السيد، يعني حاجات علامات بارزه في تاريخ الصحافه المصريه. ويعني يكفي ان هو مع المرحوم توأم روحه المرحوم الفنان مصطفى حسين شكلوا اشهر ثنائي في تاريخ الصحافه المصريه، مصطفى امين بافكاره والجمل اللي بيقولها والشخصيات اللي ابتكرها، كمبوره وعبد المشتاق وفلاح كفر الهندوه وكحيت وعباس العرسه مطرب الاخبار، هذه الشخصيات وعزيز بيه او هذه الشخصيات اللي ابتكرها المفهوم الراحل الاستاذ احمد رجب وجسدها في رسوم كاريكاتيريه الفنان الراحل توأم روح مصطفى حسين اللي ماتوا خلال 30 يوم مع بعض، يعني دول هيفضلوا بصمه. اذا كانت الناس كلثوم ميته بقى لها 40 سنه او 39 سنه وتبقى وتظل كلثوم، عبد الحليم حافظ ميت بقى له 38 سنه وبقي عبد الحليم، فريد الأطرش مات بقى له 41 سنه وبقي فن فريد الأطرش، نجيب محفوظ مات يعني من حوالي 10 سنين او 8 سنين، كل هؤلاء خالدون يعني. فاحمد رجب اقول له ربنا يجعل مسواه الجنه، وعلى قد ما امتعنا وتعلمنا منه وتلمذنا على دين، ان ربنا يجازيه عنا كل خير ويرحمه رحمه واسعه ان شاء الله. نص كلمه كتبها احمد رجب لم ينساها محمود معروف. كتير قوي يعني يقول اللي كان فيه طبعا حكومه ايام الدكتور عاطف حميد، هل اتمنى ان يكون في مصر حكومه؟ يعني بيمكن تماما ان في حكومه في مصر، فدي يعني كلمه لازعه. يقول اتمنى ان يكون في مصر حكومه، في الوقت ده كان في حكومه برئاسه الدكتور عاطف حميد، اصل مفيش اقصى من بكلمه. ماذا أضاف أحمد رجب لمحمود معروف؟ لا أضاف لي، أنا راح فين أنا في أحمد رجب؟ أحمد رجب ده أستاذ عظيم جدا، أضاف لي هيضاف لي، أنا اتعلمت منه إن الجملة القصيرة هي الأساس في كل حاجة، وأشد وأقسى من المقال الطويل. أحمد رجب كان بيكتب 20 كلمة أو 15 16 كلمة بمقام عمود كامل أو صفحة كاملة من الكتاب الكبار، فانا خدت منه فيليكس. حتى مره قابلته، كان مره في راح استاد القاهره، كان هو الاستاذ انيس منصور الله يرحمه والاستاذ حامد الدنيا الله يرحمه، الاثنين الثلاثه من مؤسسه الاخبار، وهم داخلين الاستاد انا قابلتهم، وقابله كمان حسام الدين مصطفى المخرج، والاربعه كانوا زملكاويه، ونيلي كانت متجوزه حسام الدين مصطفى ايامها، وبقول له والله استاذ احمد انا من اشد المعجبين بيك، وكان مجامل ورقيق جدا. قال له انا يا محمود بقرا التلكس بتاعك كل يوم خميس وساعات بضحك عليه، قلت له ما فيش مره وساعات عيط، قعد يضحك. يعني بقال لله، بقال لله، شكرا.